إذا كان أ زائد ب ت في 3 ناقص 3 ت بتساوي 13 زائد 11 ت، فيوجد 6 في أ تربيع زائد ب تربيع. المعادلة اللي عندنا بتحتوي على أجزاء حقيقية وأجزاء تخيلية. هنقدر نميز الأجزاء التخيلية بوجود الرمز ت. في البداية هنفك الأقواس، أ في 3 ب 3 أ، أ في سالب 3 ت بسالب 3 أ ت، وب ت في 3 ب 3 ب ت، وب ت في سالب 3 ت بسالب 3 ب ت تربيع، هتساوي 13 زائد 11 ت. واحنا عارفين ان ت تربيع بتساوي سالب 1، فهنكتب المعادلة زي ما هي، 3 أ ناقص 3 أ ت زائد 3 ب ت، وهيبقى عندنا ت تربيع نعوض عنها بسالب 1، فيبقى عندنا سالب 3 ب في سالب 1 بموجب 3 ب هتساوي 13 زائد 11 ت. هنكتب الأجزاء الحقيقية جنب بعض اللي هي 3 أ زائد 3 ب، وميزناها بعدم وجود الرمز ت فيهم، وهنكتب الأجزاء التخيلية وهناخد ت عامل مشترك، فهيتبقى سالب 3 أ زائد 3 ب والت عامل مشترك هتساوي 13 زائد 11 ت. هنساوي الأجزاء الحقيقية على اليمين بالجزء الحقيقي على الشمال، فهيبقى 3 أ زائد 3 ب هتساوي 13، والمعادلة دي هنسميها رقم 1. والجزء التخيلي على اليمين هيساوي الجزء التخيلي على الشمال اللي هو سالب 3 أ زائد 3 ب بيساوي 11، وهنسمي المعادلة دي رقم 2. وبكده هنقدر نجيب قيمة أ وقيمة ب عن طريق حل المعادلتين مع بعض. هنحل المعادلتين مع بعض عن طريق جمع المعادلتين، فهيبقى بالجمع هتحذف 3 أ مع سالب 3 أ، وهيبقى عندنا 6 ب هتساوي 24، بقسم الطرفين المعادلة على 6 هيبقى ب بتساوي 4. هنعوض في أي معادلة عندنا، ولتكن معادلة رقم 1، هيبقى 3 أ زائد 3 في 4 تساوي 13، 3 في 4 ب 12، فهيبقى 3 أ زائد 12 بتساوي 13، فهيبقى 3 أ هتساوي 1. بقسم الطرفين المعادلة على 3، فهيبقى قيمة أ بتساوي 1 على 3، وبكده قدرنا نحصل على قيمة أ وقيمة ب، فهنقدر نجيب المطلوب اللي هو عايزه اللي هو 6 في أ تربيع زائد ب تربيع. بالتعويض المباشر هيبقى 6 في 1 على 3 تربيع زائد 4 تربيع. نكتب الستة زي ما هي، 1 على 3 تربيع ب 1 على 9 و 4 تربيع ب 16. 1 على 9 زائد 16 باستخدام الآلة الحاسبة هتبقى 145 على 6 على 9. وأخيرا باستخدام الآلة الحاسبة هيدينا 290 على 3.